ليلة النصف من شعبان هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر. الله، لها شرف عظيم ومقدار كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولها أسماء عدة. والقاعدة عندنا بتقول كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى في الغالب. فليلة النصف من شعبان تسمى بليلة براءة، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب فيها براءة لعباده من النار وبراءة من الذنوب والعيوب. تسمى بليلة التكفير، لأن الله عز وجل يكفر فيها الذنوب عن العباد. تسمى بليلة عيد الملائكة، لأن الملائكة لهم ليلتين عيد في السماء زي ما احنا عندنا ليلتين عيد في الأرض. الله. ليلة النصف من شعبان وليلة عرفة، دول أعياد الملائكة في السماء. كذلك هذه الليلة المباركة تسمى بليلة الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها الدعاء. سيدنا عبد الله بن عمر يقول خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى. فليلة النصف من شعبان من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء. ليلة النصف من شعبان كذلك تسمى بالليلة المباركة لكثرة البركات والخيرات والرحمات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الليلة المباركة. تسمى كذلك ليلة المغفرة. في الحديث الشريف يطلع الله سبحانه وتعالى على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. يعني كل العباد بتنالهم مغفرة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة إلا اثنين: إلا من أشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلا الشخص المشاحن. المشاحن اللي هو إيه؟ هو المخاصم المعادي الذي امتلأ قلبه بالحقد والغل والكراهية لغيره. فده الشخص اللي هيحرم من رحمة الله ومن مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. عشان كده بنقول لكل الناس يا جماعة في الليلة دي لازم نصفي قلبنا لله سبحانه وتعالى. صحيح. ولازم ندخل الليلة دي اللي هتكون إن شاء الله بداية من مغرب يوم السبت القادم. ليلة النصف من شعبان يعني يوم 14 بعد المغرب، مغرب يوم السبت حتى الفجر إن شاء الله. فنصفي قلبنا وندخل الليلة دي بنية صادقة، بنية خالصة، بصفاء قلبي، نسامح كل الناس، نعفو عن كل الناس، لا نشغل نفسنا ولا قلوبنا بأي حد من الخلق إلا بالله في هذه الليلة المباركة عشان ربنا يتجلى علينا بالمغفرة. في هذه الليلة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قوموا ليلها يعني يوم السبت بالليل من بعد المغرب لحد الفجر. هنا بقى نقيم هذه بقى الليلة بالصيام، بالتسبيح، بالذكر، بالدعاء، طبعا مع تصفية القلب. فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله عز وجل ينزل في هذه الليلة المباركة فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. فإذا دي ليلة صفاء، ليلة نقاء، ليلة مغفرة، ليلة تجلي ربنا سبحانه وتعالى على عباده بالمغفرة والرحمة. فلازم نعرض نفسنا لهذه النفحة المباركة وما نحرمش نفسنا. ما نحرمش نفسنا إزاي؟ إن إحنا ندخل الليلة دي بقلب صافي، بنية صادقة، باستحضار لعظمة ربنا سبحانه وتعالى، بتمني على الله سبحانه وتعالى إن ربنا يغفر لنا ويرحمنا.